متصفح سفاري على الايفون حصل على مزايا كثيرة بعد التحديثات الأخيرة للنظام. في هذا الفيديو بنذكر بعض المميزات اللي بتساعدك على تجربة أفضل للمتصفح. الميزة الأولى هي حفظ أكثر من صورة. لو سويت بحث عن صور تحتاجها وشفت صور كثيرة في نتائج البحث وتبي تحفظهم، بالعادة تضغط بشكل مستمر على الصور وبيطلع لك خيار الحفظ في ألبوم الصور. لكن لو تبي تسوي هالشيء لمجموعة صور راح ياخذ منك وقت. كانك تسويه انك تستمر بالضغط على الصورة وحركها، والحين استخدم الاصبع الثاني عشان تختار الصور اللي تبيها، وبهالطريقة راح تجمع كل الصور فوق بعض. الحين خليك ضغط على الشاشة واطلع من المتصفح وروح الى البوم الصور وفلتهم هناك، وبكذا كل الصور اللي اخترتها راح تنحفظ هناك. ميزة خصائص الصور اثناء الرفع. في اكثر من خيار لازم تنتبه له لما تجي ترفع صورة من خلال متصفح سفاري. على سبيل المثال لو بترفع صورة على موقع وي ترانسفير واخترت الصورة من البوم الصور، راح تلقى في الزاوية تحت خيارات، اضغط عليها وبتفتح نافذة في اعدادات مهمة. اول شيء تقدر تفعل او تلغي معلومات الصورة للموقع او التعليقات، وتقدر تحدد حجم الصورة اذا تبيها بحجمها الاصلي او كبير او متوسط او صغير، وكل حجم تختاره راح يعطيك حجم تقريبي للصورة في الاسفل. واخيرا تقدر تعدل على التنسيق ان كان تلقائي او على نفس الصيغة او تغيرها الى اكثر توافق. الميزة الثالثة تخطي تحقق المواقع. في مواقع كثيرة تطلب التحقق وتكون أحيانا صعبة، مثلا حروف ملخبطة ما هي واضحة أو ترتب صور أو تختار أشياء محددة عشان تقدر تدخل الموقع. تقدر تقلل من عدد المرات اللي تواجه فيها عمليات التحقق. من الإعدادات تروح إلى حساب الآي كلاود، وبعدها تسجيل الدخول والأمن، وفي آخر الصفحة تفعل خيار التحقق التلقائي. مع العلم أن هذه الميزة جديدة وتحتاج وقت عشان المواقع تعتمدها كحل بديل. ميزة ملفات التعريف. تقدر في سفاري انك تسوي اكثر من ملف بحيث تفصل بين مواقع العمل والدراسة والمواقع الشخصية. وعشان تسوي كذا تروح الاعدادات وبعدها سفاري، وتنزل تحت الى ان تلقى خيار ملف تعريف جديد. اكتب في الفراغ اسم الملف وحدد الايقونة ولون مناسب، وفي خيارات اكثر لما تضغط على الثلاث نقط، وتقدر تسوي مفضلة جديدة لحفظ المواقع اللي فيها. وبهذه الطريقة بيكون عندك اكثر من ملف، وكل ملف بتكون له سجلاته وبيانات المواقع وغيرها بشكل منفصل. المتصفح الخاص. قبل كان المتصفح الخاص محدود في استخدامه، لكن مع iOS 17 صار أفضل. تقدر الآن تقفل المتصفح الخاص برمز أو الفيس آي دي، وعشان تفعلها تروح الإعدادات وبعدها سفاري وتفعل خيار طلب رمز الدخول لفتح قفل التصفح الخاص. وبكذا أول ما تلف على صفحة المتصفح الخاص راح يطلب منك الفيس آي دي. أيضا تقدر تحدد له محرك بحث منفصل عن المتصفح العادي. من نفس صفحة إعدادات سفاري راح تلقى في قسم البحث خيار الاستخدام في التصفح الخاص أيضا مفعل، ولما تقفله تقدر تحدد أي محرك تبي إذا كان جوجل أو ياهو أو غيره. وبكذا وصلنا نهاية الفيديو. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.